الأمان والأسفلية وغروس حب الوطن بكراب سوريا. أقامت مديرية الثقافة بالتعاون مع فرع اتحاد الكتاب العربي في محافظة الحسكة مهرجانا شعريا بعنوان لورد تشرين المقاومي تحية، ألقيت خلاله عدة قصائد وطنية ووجدانية مجدت حب الوطن والشهادة وعظمات ذكرى حرب تشرين التحريرية. في تشرين دائما نعتز بهذا الشهر، شهر الانتصارات، انتصارات المقاومة وانتصارات حرب تشرين التحريرية، وهي للذكرى وتذكير الأجيال دائما بانتصارات حرب تشرين التحريرية التي سطرها الجيش العربي السوري. عرج الشعراء على قضايا حب الوطن وعلى قضايا الالتصاق بالأرض والتمسك بالتراب. الآن بأحوج إلى لمتنا في محافظة الحسكة، إلى الوحدة الوطنية، إلى المشاركة للتخلص من كل الغرباء ومشذاذ الآفاق. فاليوم جاءنا لنشارك في تشرين، وتشرين يحمل معاني النصر والكرامة للعرب وسيما للسوريين. شاهدت بأم عيني الطيار ينزل بالمظلة البيضاء، الطيار المعتدي، وقد انفجرت طيارته، فجرها أبطالنا. هذه الأحاسيس لا زالت في قلبي للآن، ومن جو هذه المشاعر جئت بهذه الكلمات تحية لأبطال تشرين ولانتصارات تشرين ولقائد تشرين. شارك بالمهرجان عدد من شعراء المحافظة استلهموا من ذكرى حرب تشرين التحريرية معاني النصر والفداء والبطولة التي سطرها السوريون في دحر المحتل الصهيوني. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.